السلام عليكم حباباتي، صح عيدكم، العقبال كل عام يا ربي، ان شاء الله كل عام يجي يلقاكم في صحة جيدة يا رب العالمين، نتوما وحبابكم والناس العزاز عليكم. حبوباتي كيما راكم تشوفوا، بدينا الفيديو تاع نهار اليوم. اسمحوا لينا هنا شوية، بدينا الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، تاع هذا البخومي جوغ تاع العيد، عيد الأضحى. ان شاء الله تقعدوا معايا حتى لاخر الفيديو، تشوفوا كيفاش جهزت النهار ديالي واش درت فيه. انا ما درت حتى تحضيرات، حبي يقول ما درت ني غاتو ني غيان دو تو. في العيد هذايا كنت ثلاث ايام مع لو غران ميناج، درت نيتواياج كيما قلت لكم ديجا. انا ما نديرش نيتواياج بكري بزاف باسكو البلاصه اللي راني فيها الغبار بزاف، و درت مقبل تولي تعاود تولي لي الحاله اكثر من اللي كانت. دونك جو بريفير ندير لا ديرنيغ مينوت. دونك ما درت لا غاتو لا حتى حاجه، حتى كيما راكم تشوفوا نط نهار العيد صباح بكري، غير قولوا ما رقدتش يعني، صباح بكري كانوا دراري راقدين. هاوليك درت شويه بغرير، هاوليك حنايا يعني وجدتو حنا قدامكم. على كل حال الوصفه تاع البغرير قدمتها لكم ديجا من قبل، نخليها لكم في صندوق الوصف باش ما نقعدوش نعاودو، باش ما يجيش تاني الفيديو بزاف طويل. نخليكم فيه تما كتدخلوا تشوفوا كاع المقادير وكيفاش تجي، يجي هايل ويجي خفيف. كواكو في الفيديو هذايا حشمني بهدلني، مال في يجي كي الشهدا، يجي لا غوسيت هذه تجي هايله هايله البنات. نخلي لكم اوتوريكا، قلت لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله في القهوه ولا في اول تعليق، حوسوا شوفوا في هذه ولا في هذه تعيشوا البنات. سامحوني سامحوني شويه برك، قلت لكم بون وجدت هذاك خلاص الدقيق ديالي مع شويه فرينه، السكر، الخميره، شويه ملح بيان سور، ولا خميره تاع الحلويات، وشمختهم بالماء دافي ووسيتهم بالميكسور. الكوزينه رجعتها حاله هذه هي، خليته واحد 10 دقائق يرفد روحه شويه. وهنا من جهه واحده اخرى درت واحد الكيكه عاديه بدون خميره، هذه ثاني نخلي لكم الرابط ديالها، وريتها لكم ديجا بلوزيغ فوا، اون فوا دو فوا وقيله وريتها لكم. تجيب لا خميره وتجي هايله هايله البنات، خفيفه. انا هذه الكيكه المعتمده عندي بلا خميره، فيها غير ثلاثه مكونات، غير البيض السكر والفرينه فقط، وديري كش معطر يعني كما حبيتي، لو قولي حبيتي ديري انت يا سيترون ولا شوكولا ولا دبري راسك واش ديري. المهم نخلي لكم ثاني رابط تاع الفيديو هدايا. هذه هي الكيكه، السر تاع النجاح ديالها هو تخلطي البيض الابيض وحده، السر ديال النجاح ديالها داك البيض طلعيه اون ناج، طلعيه اون ناج، ما لازمش يحبط لك. عاوليك تخلطي البيض مليح وتبداي هذيك الكميه تاع السكر تزيديها غير بشويه، غير بشويه بشويه باش يطلع لك اون مورينغ، ومن بعد تزيدي هذاك الصفر تاع البيض، ومن بعد تزيدي الفرينه ديالك. المهم نخلي لكم الرابط تاع الفيديو ان شاء الله ثاني تلقاوه يا صندوق الوصف يا اول تعليق. المهم قلت لكم اونتر طون قلنا هذاك البغرير يوجد فيه روحه او يطلع شويه، هو على كل حال ما يسحقش تخماره. فوالا دوك تكمل هاد الكيكة هادي، وجدتها شوية اسوفلي، عيت شوية سمحولي. هادي هي، ان شاء الله تكونوا كامل جوزتو عيد شباب. انا هنايا درت شتو وريت لكم هذا ليكستري تاع لو سيترون تاع القارص، ما كانش عندي، نحب ندير هذاك لو زاس تاع لو سيترون ما كانش عندي. هادي الفرينة، هي الفرينة نورمالمون البنات تزيدوها تتغربلوها كي تزيدوها، انا والله بومسلك بومسلك خديجه. كنت درتها غابيدمون، غربلوها نتوما خير ياك ما عندونيش، دونك غربلوها ولا صفوها مش با كومون دير، ودورو كي تبداو تخلطو خلطو غير بالعقل من تحت لفوق هكذا باش ما تعاودش تحبط لكم، يجي خفيف على العجينه ديالها، تجي روعه روعه. قلت لكم غير ثلاثه مكونات، ومن بعد ديروها فاش حبيتو. انا دوك هنا دوك شوفوا فاش درتها سوربريز، هادي فرينة تاعنا كملنا درناها، دوك تشوفوها كيفاش طيبتها. انا هذيك العوسات كي هاد العوسات بليتو كي وريتها لكم مع لا ديرنيغ فوا، درتها لكم في واحد كاسرونه واقيله ودرتها في الفوق. المهم هنايا بان سباتول تعاودي تلمي ديك العجينه تاعك كامل وتخلطي من تحت الفوق. هنا راني غاولت شويه، زربت الفيديو مش انا اللي راني نجري هكذا. المهم هنا البنات شوفوا، حبيت نشارك معكم واحد المشتريات دياولي، هادو ما شريتهم هكذا اون سيري ثلاثة مقلات، الا كانوا ماركيتو في لي فيديو تاع القدم، في القدم اللي قبل هذا،
عندي واحد لا سيغي تاع المقالي يبان لكم في النواغ، اكل منهم الظهر وشرب، هكذا يقولوا عندهم بالك 10 سنين هذوك المقالي. طاروا لهم كاع اليدين باسكو واحد لابيريود راجلي كان يطيب، طير لهم كاع باسكو عنده طبيعه كيطيب يزيد يقوي الفرن بزاف، حرق لي كامل اليدين، دونك كاع طايرين لهم اليدين بصح هايلين. لما هادو شريتهم رخاصه، هادو ما يتباعوا في المارشي عادي، ماشي هادوما نهضركم على الاخرين. هايلين هايلين، هندير فيهم كلش، الاكخاب البغرير المحاجب كلش نطيب فيهم روعه. المهم هادوما جاوني بواحد السومه شابه، ثلاثه لا سيري بون سبا، لا نهضروا بزاف في الاسمو، فيهم الكبيره والمواين والصغيره كما راكم تشوفوا. هادي اليدين تاعهم فاش عجبوني، اليدين تاعهم يتنحاو، شوفوا اليد ترى حبيت تركبيها تركبيها، حبيتي تنحيها زعما حبيتي طيبي فيها ديري في الفوغ ولا تستعمليها كومان بلا يروح للفوغ، سي سكي بيان، تنحي لها ديك اليد وطيبي فيها. انا جربتها على كل حال، البنات ماشي جديده جديده، طيبت فيها واحد المره يعني سيتها، دوكا حبيت نزيد نجرب فيها باش تشوفوا. دونك هذه الكبيره عندها الغطا ديالها، هذه لا موين كيف كيف، تاني هاوليك الغطا ديالها، وكاينه هذه يا صغيره، هما ثلاثه هم لا كولور تاعهم شاب عجبتني، ماشي مع الكوزينه تاعي ماشي متناسقه بصح معليش يعني طاحوا لي في اوكازيون. المهم ديك الكبيره والمواين يدين تاعهم يتنحى، وديك الصغيره ما يتنحاش، وهذوك الزوج الكبيره والمواين عندهم الغطاء وديك الصغيره ما عندهاش. المهم فاش عجبوني تقال البنات، تقال فريمون وما يلصقوش كامل روعه، واش طيبي فيهم مسحيهم برك بلا ما تغسليهم، يتنحلهم كلش حاجه ما تلصق فيهم. شوفوا دوك انا الكيكه ديالي حبيت نطيبها نسيها في هذيك المواين، طيبها في المقله تبعوا معايا شوفوا، فرغت دهنتها بشويه زبده، بون هما ما يلصقوش على بالي بلي ما يلصقوش بصح معليش انا بار بريكوسيون درت شويه زبده، دهنت هذاك المقله ديالي كامله، تحطوا هذاك الخليط ديالكم تاع لو كيك، ومن بعد نغطيها فوالا. شنو الغطاء لازم يكون مغلوق مليح يعني ماشي يكون معوج ولا يخرج من لي كوتي، هذيك فيها تقدر من فوق هي باش تتنفس، هذيك تقدر احنا ما نخليوهاش تتنفس نغموها. انا ديت هنايا بابي طوخشون واحد الكميه صغيره هكذا، وبوشيت لها هذاك البابي طوخشون. شوفوا هنا البنات جست ديريكتومون طيب هذا البغليط ديالي في المقله الكبيره، وملي هيك هاوليك الكيك ديالي ثاني راهو يطيب. كيفاش درت له؟ نقص الفرن ماكسيموم، نقصي لا كويزينيير تاعك افون، نقصيها كامل، ومن بعد درت شوفوا من الفوق عندي واحد لا غري هذاك السلك اللي يجي داخل الفوق داخل لا كويزينيير تاع داخل الفوق ديالك، جبتو عندي هذا على كل حال قديم ماشي ديال لا كويزينيير، درتو من الفوق يعني فرن يكون ناقص ماكسيموم، وتحطي فوق هذيك لا غري باش النار ما تجيش ديريكتومون في المقله يعني باش ما تنحرقلكش من تحت فوال، وقلنا تكون مغطيه مليح مليح، وتبوشي لها الا فيها تقبه هذيك الغطا تبوشيه وتخليها طيب في غرضها. قولي لي كيفاش تعرفي باللي طابت بلا ما تفتحي عليها؟ لو تور كامل يجيك بالاحمر باش تعرفي. المهم هذاك البغري راهو يطيب. هادي قولي لي شنو هادي؟ يا واحد الجويجه حبيت نوجدها للعشاء ديالي البنات، فوالا هذا واش طيبت عشاء ولادي باسكو ما ذبحتش على ما كان، فحبيت ندير واحد العشيوه لوليداتي. شريت لا ديرنيغ فوا زجاجات، هذه خليتها شوفوا، ديت الدجاجه ديالي درت واحد زوج حبات على البصل قطعتهم كبار يعني مرصوبات كبار، سنينه تاع الثوم نقولوا راس تاع الثوم سكرفشتو في الصغير في الرقيق، ودرت كامل ديري التوابل كاع واش تحبي. شوفي توابل انا ما نحبش هذوك العيوض، لازم ديري هذه وهذه، لا ما عندكش ولا ما عندكش ما طيبيش. نو التوابل درت كامل واش عندي، درت حتى شويه زريعه بسباس شويه هنايا واسمو هذيك لاموطا خلصت لي، درت شويه زيت داخل ومسحتها حلفتها هذيك البطاطا لاموطا، ودرت شويه زعتر والملح بيان سور، فلفل الكحل شويه كمون، ديري التوابل اللي تحبيهم حبيبتي انت على حسب الكوش تحبي. درت شويه زبده وزدتها وليت قدامكم، درت شويه سمن يعني الدهون الله الله جات حممتها مسكينه، ولكن راكو تشوفوه في الصدر وكامل درت لها وحده شلطتها بالموس هكذا باش يدخلوا كامل هذوك الصوالح، وعمرت لها كرشها راكو تشوفوا بالبصل وديك الزيت راهو كامل عمرتها مليح يعني كيست لها مليح هاوليك، ودخلت لها ديك الثوم في هذوك الفتحات ايتو 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 فوالا. دونك هكذا ومن بعد نغطيها ونحطها في الثلاجه حتى العشيه، باسكو انا مع الصباح ما تنساش البنات
انا صباح 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 بكري نكوجت الجويجه تاعي وخليتها في الفريجيدار، العشيه ان شاء الله تجيني سهله. هي زي ما كان هنا داك، شوفوا الكيك ديالي هذاك وجد، شوفوا والله ما نكذب عليكم البنات، هاوليك وجد. شوفوا بالك يبان لكم طاب هائل، طب مانيفيك، بصح شوفوا والله ما نخبي عليكم، شوفوا من الفوق انا كررته شويه بالموس، شد لي شويه ماشي تنحرق نو، مي طاب فريمون جو جوس، جو كنت لاتي على بالكم يد مع الجاجه ويد مع داك البغرير ومنا وشويه دراري من بعد ناضولي اي تو اي تو، فشدت لي شويه برك من تحت سي با غاف، كرتها بالموس ما يهمش باسكو من بعد درت لها نوتيلا من الفوق. شوفوا كيفاش ما شربتها، ما درت لها حتى حاجه، سامبل سامبل. المهم وليداتي يشربوا في العيد الحليب ديالهم بحاجه حلوه، وما يجوزوش يعني العيد هكذا كفاره، ديجا ما ذبحناش دونك حبيت نفرحهم، يحبوا هكذا تو سكي غاتو شوكولا ولا كيك وشوكولا ايتو، انا حبيت نفرحهم. المهم درت لها كامل ديك النوتيلا من الفوق، ومن بعد كان عندي شويه واحد الكموسه تاع نوات كوكو درت لها من الفوق، داك تشوفوا جو سوي جينيروز، حتى بوطاجي تاعي درت له نوات كوكو اوليك نوات كوكو عمرتها كامله من الفوق، وعندي واحد العقيق شات هكذا داك تشوفوا في الدوغي شابين، درت لهم من الفوق، دوك نقطعها قدامكم باش تشوفوا يعني كيندير سوربريز، ان شاء الله ربي ما يحشمنيش برك. انا على كل حال شفتها من قبل دونك هذيك لا فيديو، داك تشوفوا كيفاش خرجت، شوفوا البنات، وعداك هنا ما طلعت ليش مليحه، ما فات طلعت تري تري بيان. المهم جات اسفنجيه فريمون خفيفه خفيفه خفيفه، ننصحكم تجربوها، ما نحبش نقعد نشكر واي مليحه اتويتو، جو بريفير تجربوها نتوما باش تشوفوا يعني دو كوا جو بار. فوالا اقتصاديه فريمون، قلنا غير ثلاثه مكونات حبوباتي، شوفوا كيفاش تجي روعه، من بعد من فوق ديكوريها كيما حبيتي، ما ميلا لانيفيرسا تاع وليدك بنتك تقدري ديري بهادي، انا دي فون ندير زوج هكذا لي كيك هكذا ونلصقهم بعد واحد فوق واحد يعني طبقات. انا هنا ديجا بديت ناكل فيها باسكو مع الصباح الجوع ايتو، هنا ني سربيت واحد الطاس تاع الحليب، انا البنات على بالكم ما نشربش القهوه، ندير حليب بوحدو توت لي فاصون، حنا في الدار كاع ما نشربوش القهوه، من راجلي ليا لوليداتي ما نشربوش كاع القهوه في الدار، هكذا حليب بوحدو دوك حنشرب معاكم. والكيكه كما راكم تشوفوا قسمت لوليداتي راهم يشربوا من هيك هما، وانا هنايا بيان سور راني واقفه في البوتاجي نشرب في الحليب وقاعده معاكم. هذاك البغريض ديالي درتو شويه بالكونفيتور، وكاين درت لهم نوتيلا، كل واحد كلا كيما يحب، انا والله ما كليت منه ما قدرتش، كليت شويه من داك الكيك واني نشرب ونقصر مع حباباتي. المهم البنات واش حبيت وانا نقول لكم، الا مازال شي اسوفلي اسمحوا لي بزاف، الا كان مازال ما درتوش اشتراك في القناه، في القناه باردون، نتمنى ديروا لي اشتراك، ما تنساوش تشغلوا الجرس، لازم لازم هذاك الجرس كي تعبزوا على القفله هذيك تاع الجرس يخرج لكم ثلاثه اختيارات، ديروا الفوقانيه كامل مكتوب فيها توت، حبي يقول باش كل ما ندير فيديو جديده تجيكم هكذا، تسمى باش تكونوا على بالكم كامل واش كاين جديد. وما تنساوش اللايك البنات حبوباتي، ما تخلصوا عليه ما والو، كونطرير تعاونوني به بزاف، شوفوا انا المجهود اللي راني ندير فيه والله ما خساره فيكم، انتم ما تبخلوش عليا حبيباتي ما فيها والو، وصبعك محشي قعد لاصق تماك الا درتي لي لايك، انا بديت نقبح شويه ما تنساوش ما تنساوش اللايك حبوباتي، كاش تعليق ولا كاش حبيتو نديرو كاش فيديوهات ولا خلو لي في التعليقات، قال فوالا خديجه دير لنا هذه ولا هذه. المهم انا كملت الحليب ديالي، قصرنا شويه نرفد هذاك الماعن، ودوك نروح نجوز الحاله ريحاله. غوماك اونتر بارونتيز داك البوطاجي ديالي في النواغ، البنات ما ننصحكمش ديرو كوزينه في النواغ، صح تخرج شابه روعه حقيقه، اللي يجي عندي يقول لي كوزينتك بزاف شابه بصح مشكله مشكله، عباكم مليار خطره في النهار نمسحها وتخلي بزاف لي تخاص يبانو فيها. المهم البنات بعد ما عرفت هذيك صبنت كوزينتي، نقيت الحاله سيقت واسيت كلش. هنا رانا العشيه مريحتش كامل، رانا في الفطور على كل حال درنا حاجه خفيفه فقط، هنايا ديك الدجاجه ديالي وليت ليها طميتها كامل، كنت حابه نديرها بالطريقه تاع التفوار، معليش لا بروشان فوا ندير لكم طريقه تاع التفوار البنات، فيديو واحد اخر. هنا كنت فريمون مزروبه فدرتها في هذوك لي ساشي كيما ما فنوريكم، درت ديجا دي غوسيت في لي ساشي هذوك، تحبوا نخلي لكم في الروابط تاع الفيديو نخلي لكم يا با بروبليم، شوفوا صندوق الوصف ولا اول تعليق خلي لكم فيه. اوكي
هنا المهم درت ديك الدجاجه ديالي، درتها هكذا كيما وجدتها، عمرتها داخل الساشي غلقته وتثق به بيان سور، تقبه ولا زوج من الفوق باش يتنفس في داك الساشي ما يترتقلكش داخل الفوق. شوفوا كيفاش طيب اللبن، طيب الزبده، ما قدرتش نرفدها. دايو مقبله وريت لكم برك الدجاجه درتها، بعد بالك وعاودت حليت داك الساشي، قاعده نقول باش نحطها لهم الدجاجه باش قطعت لها شويه خضره، فان خضره درت لها شويه بطاطا وشويه طماطيش. شوفوا كيفاش كيف تحتها، على كل حال جات المرقه ديالي تلقات شويه لاصوص تاعهم، بريس درت لها السمن والزبده وكامل، دونك تلقات شويه زيت، فمن بعد صفيت انا ماشي مشكل. من بعد حبيت هذيك لاصوص يزيد، ما حبش يزيدها ما يزيدهاش. المهم الدجاجه ديالي هاي اللي كيفاش طابت. دوك حبيت نوريكم واحد لاستيس للبنات. شوفوا انايا خديت كسكاسه، رفتك الدجاجه ديالي، ما تضحكوش عليها مسكينه اكسيدونتي، على بالكم البنات الدجاجه انا والله العظيم قال لي راجلي هكذا توريها للناس مسكينه كل رجل وين. انا البنات شوف ما نحبش نخبي عليكم والله العظيم، نوريكم الحاجه كما كانت، خسرتها نقول لكم خسرتها، حرقتها قلت لكم حرقتها. هذه الدجاجه كي رحت نرفدها تفتتت باسكو فريمون طابت تري تري بيان، دونك حطيتها في كسكاسه. هنا عندي واحد الجمره الفحم، فوالا دوك مع العيد وكامل على بالكم الفحن الفحن ما بش من شوش الكلمه الفحم كاين. ديت واحد الفحمه واحده سخنتها في الكويزين حتى ولات يعني جمره، ومن بعد طفيتها، خديت شويه هكذا بابي الومنيوم، وتكوني موجده بيان سور قدره وكسكاس، قلنا ديك الدجاجه ديالك حطيها في الكسكاسه هاي لك، هذيك الجمره حطيتها في الالومنيوم. شوفوا تبعوا معايا مليح، حاجه سهله مي تعطي واحد البنه في الدجاج ديالكم ولا في اللحم ديالكم، روعه روعه. سيو هاد العرسه، شوفوا كيفاش هو يطلع البخار، اي لحقت لكم الريحه واقع. وحطيت هذيك الجويجه ديالي من الفوق، وشنو السر ديالها، غطيها غطيها وخليها. رحت انا صليت ودرت صوالحي وكامل واحد ربع ساعه خليها، المهم ديها على حساب خليها. هاي ليك دوك تشوف هذاك البخار يبدا هاو يبان لكم نورمالمون كيفاش هو يطلع، يعني من هذيك القدره او يطلع يروح للدجاجه، تولي فيها واحد لوغو تاع شغل بولي فيمي، فوالا فيمي، واحد لو كو تاع جوغ تاع الشوا كوم سي درتيها طيبتيها على الجمر. المهم هاي ليك عاود لصقت هذيك رجليها لصقتها من العشب، بحتها شويه حطيتها اكومبانيتها بهذيك البطاطا اللي طابت معاها، وبيان سور درنا لها البصل والطوماطيش ايتو. البنات صدقوني بالله خرجت بزاف بنينه، هذه شفتوا من ديك لاصوص ديالها درت لها من الفوق، جات بزاف بزاف بنينه والله، ماشي كي طيبتها انا صدقوني، غير جات بزاف بنينه. كاش نهار ما تلقاش واش ديروا، تكون عندكم جويجه سيو من بلي مقصود تقدروا ديروها هكذا والله صدقوني. وسيو هذيك العفسه تاع تفيميوها بالجمره، مرصو تاع حطب صغير معليش، حطيه فوق الكويزينيه وحتى كيولي جمره تولي تشوف واش جمره، طفيه وديري له كيما قلت لك في القدره والكسكاس، روعه روعه. شنو غطيها برك باش يقعد هذاك البخار هذاك تمصو كامل. هي البنات جربوها وردوا لي الخبر، روعه روعه. المهم حبوباتي هاوليك النهار تاعنا تاع العيد تاع الاول تاع العيد خلاص، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وعجبتكم الفيديو. البنات ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ما تنساونيش في اللايك، انا نستنى في اللايك. صح عيدكم حبوباتي، نحبكم بزاف بزاف بزاف.